على مستوى يعني البطوله الافريقيه، ودي البطوله الاهم من بطوله الشامبيونز ليج الافريقي، على مستوى الجوائز الماليه في ارقام اتقالت على السوشيال ميديا، في بعض الناس بيقولوا ان هو هيعظم هذه البطوله وتبقى جائزه الفائز تصل ل 15 الى 20 مليون دولار. انت عارف الجائزه اللي فاتت كان 4 مليون دولار. هل الارقام دي صحيحه ولا هو بس عايز يعظم ما جابش بالديتيلز، يعني عايز يعظم البطوله من خلال جوائزها، من خلال الملاعب، من خلال النقل التلفزيوني، قال رقم معين بالنسبه للتشامبيونز ليج الافريقي؟ لا هو ما استعرضش ارقام، لكن في فكرتين مطروحين. الفكره الاولى اللي هي تعظيم قيمه جوائز البطولات الافريقيه، وده هدف عنده علشان من خلال الجزء التسويقي ان هو يحقق عوائد اعلى ويبقى عنده شراكات، وقال النقطه دي بشكل صريح، ان انا هفكر 95% في الوضع الحالي وفنيات الكوره وان انا اطور الكوره في افريقيا، لكن في 5% هقعد افكر فيهم اللي هم الشراكه مع القطاع الخاص الفتره اللي جايه علشان اقدر اطور اللعبه ويبقى عندي الميزانيات اللي انا محتاجها عشان احقق الاستقلاليه الماليه. صحيح. للكاف للاتحاد الافريقي. النقطه الثانيه اللي اتكلم فيها عن البطولات الافريقيه هو المقترح اللي طرح اصلا من رئيس الاتحاد الدولي جاني انفانتينو، اتكلم في المغرب من فتره تقترب من سنه تقريبا، السنه اللي فاتت، عن بطوله دوري السوبر الافريقي على غرار دوري السوبر الاوروبي اللي كان مقترح ولم ينفذ حتى الان، وانه تكون بطوله كبرى للانديه الافريقيه، وان البطوله دي تكون عوائدها الماليه تصل الى 20 مليون دولار و50 مليون دولار وارقام ضخمه جدا. هو بيتكلم في انه يبقى دوري من دورين. اعتقد انه ده شويه بعيد عن التنفيذ لحد دلوقتي، مش سهل ان هو يبقى مطروح على الارض بشكل سريع، يعني لابد انه احنا الاول نبص على البطولات في الوقت الحالي، وضع بطولات افريقيا في الوقت الحالي، بطولات الانديه، اللوجيستكس بتاعتها، هل انا اقدر اطور ده، اقدر انفذ اصلا بشكل قوي ولا لا، تطوير تقنيه الفار هو اتكلم فيها في برنامجه الانتخابي كمان ان هو عاوز يطبق تقنيه الفار على طول في كل البطولات. فبالتالي انا اتمنى ان ده الاول، بعد كده نفكر في خطوه انه يكون في بطوله بديله او بطوله جديده للانديه، لكن انك انت تشتغل على فكره دوري السوبر لا، مش ده الاولويه. الاولويه المفروض تبقى بالنسبه لي ان انا اطور المسابقات الافريقيه على وضعها الحالي.